التيار اللي سميتو الرافضون، يعني ماشي لي غوفيزنيك اون فرونسي، الرافضون ولكن ببدائل. في حاليا احنا بعد واحد تقريبا 6 شهور ديال النقاش ما بين ثلاثة أحزاب، حزب المغربي الليبرالي، حزب العهد الديمقراطي اللي كنمثلو أنا شخصيا، وحزب تجديد الإنصاف، ولكن هو مفتوح على جميع الأحزاب السياسية، على المجتمع المدني، على المواطنين، وحتى اللي ما كيبغيوش يشاركوا في الانتخابات يجيو يقولوا لنا علاش ما يشاركوش. يعني خص الناس نفتحوا واحد النقاش باش ما ننتجوش يعني واحد المسلسل، يعني واحد يعني نفس التركيبه اللي كاينه حاليا في مجلس النواب ويعادوا تكرارها. بغينا واحد تجديد بما هو احسن باش يتفتح نقاش. حاليا كيف ما لاحظتوا ما كاينش نقاش سياسي في الساحه، الان كاين تسابق شكون هو الحزب اللي غيجي الاول باش يدي الحكومه، هذا ماشي نقاش سياسي. احنا دابا اتفقنا باش نتعاونوا، احنا احزاب ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا، طبعا كل حزب له خصوصياته، نحن لسنا نسخ طبق الأصل لكل حزب، لو كنا هكذا لندمجنا، ولكن الأمور اللي كتجمعنا أكثر من الأمور اللي كتفرقنا. كيف ما قلت لكم الهدف هو نفتحوا هذا النقاش باش يشاركوا فيه أكبر عدد المواطنين، والنقاش كاين راه كاين في الساحة السياسية، احنا بغينا حتى احنا نساهموا في هذا النقاش ونتمنى أن يكون له صدى داخل مجتمعنا. شكرا.